الأعزاء، ابقوا معنا تقديراً وإجلالاً للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، الذي لطالما شكل منبع إلهام لنا عبر الأعوام. العضيد الليل العلي ارتحل، أشهد إنه كان لي نعم العضيد، عنه أدري ما بحصل لي بدل، صاحب الراي المنكة والسديد في تدابيره، ما تلقى له خلل حسن تدبيره، إذا تشكل أكيد الخبر هز الثريا من نزل، وكادت الأرض بأهلها لاهتميد، كيف عنا تسير يا نجم أفل، ما شبعنا منك يا القرم الرشيد، عشت يا حمدان منك ما حصل غير فعل الخير والراي السديد، تشهد الدولة بإن دورك كمل، بصمتك ما تنمحى وفعلك حميد، وبك وبمثالك ترى تقوم الدول بالرجال اللي إرادتهم حديد، انت أخوي وكنت بك أضرب مثل، وكنت بك محظوظ في الدنيا سعيد، في ضيافة رب غفرانه شمل، العباد الليل هم أجر الشهيد، كنت صادق في كلامك والفعل، كنت واضح لا تعيد ولا تزيد، كلمتك وحدة وتثبت بالعمل، في طريق الحق ساير ما تحيد، كان في كل دارك وأهلك أمل، للمعالي من صغر سنك تشيد، يا محب الخيل يا شهم بطل سابق عصره وله ماضي مجيد، ذكرك الباقي بذكرك نحتفل واسمك مخلد إلى يوم